النظرة السوسيولوجية، اجتماعيا العراق مر بحروب طائفية بعد أن أصدرت الدول الأوروبية قرار بشأن العراق بخفض الهجرة الغير شرعية. نجي هنا، شنو الهجرة الغير شرعية؟ هو في الجزائر يسمونها الحرق. الحرق يعني يحرق كل مستمسكاته ويخرج بطريقة غير شرعية، كل حقوق مائلة بالبلدان الأخرى. بدأت ظاهرة وترويج إلى هذه الحالة هي تجارة البشر عن طريق إقليم كردستان. هناك عصابات منظمة لتهجير الشباب وتحفيزهم وترغيبهم بهناك وجود حياة سعيدة، وجود أموال، وجود أي شيء هو يحقق حاجاتهم. هنا الشخص الأول المستهدف في هذه النظرية السوسيولوجية هو المراهق، باعتبار هو نقلة من كائن بيولوجي إلى كائن يبدي العمليات المعرفية تعمل عنده، يبدي معرفة العالم، يبدي الانتقال، يبدي التحرر من الأسرة، التحرر من الأفكار، البحث عن الهوية، يبحث عن هويته، ينتقد الحالات الدينية، ينتقد الحالات الاجتماعية لعدم معرفته الكاملة بسياسة المجتمع وهروبه من الضوابط الاجتماعية التي سلطت عليه من المجتمع العراقي، باعتبار احنا مجتمع ديني. بعيوننا يعني، مو شخص نقل لنا هاي الروايات، لان ذول يشتغلون بمبالغ اقل من مبالغ السكان الاصليين، لان السكان الاصليين عليهم ضرائب، عليهم دفع كهرباء، هذا ما عنده شيء يدفعه، حتى بالشوارع ينامون. فهنا بدأوا السكان الأصليين يواجهون مشكلة العمل، لأن المهاجرين بدأوا يشتغلون بمبالغ أقل، فبدأوا يواجهون مشكلة النرويج وضغوط كلش قوية على الحكومة العراقية قبل الاتحاد الأوروبي. يعني بالسويد 3000 فرد لازم يرجعون، هولندا أعتقد 1500، بالنرويج أيضا. فأكو ضغوط علينا، والآن كوزارة نريد نجد مخرج قانون لإعادتهم، لأن العودة القسرية صعبة. لكن هم يرفضون، ما يقبلون يجون. الآن هذه الدول تعمل مع هيئات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ليش يشجعونهم يقوم تذاكر السفر علينا، تروح للعراق نفتح لك مشروع من 5000 إلى 10000 دولار، إذا عندك الغراب نشحنها لك أثاث، فأكو طرق تشجيعية. الآن الحكومة العراقية آخر يمكن قبل شهرين وقعت في الاتحاد الأوروبي على إعادتهم، باقي بس الإجراءات الفنية والقانونية لإعادة، ينضبط صار كلش قوي على العراق. جامعة ميسان بعرض مخاطر الهجرة الغير شرعية اللي تواجهها شبابنا من خلال استغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس وابعادهم خارج العراق من اجل الاتجار بحياتهم والاتجار بالبشر. تم استغلالهم من هذا الجانب بالدرجة الأولى وتركهم في الحدود والبلدان الأخرى يواجهون التحديات والمصاعب. إن هذه العملية عملية تؤدي إلى خطر على حياة هؤلاء من الناحية الجسدية ومن الناحية القانونية، وننصح شبابنا الواعي بعدم الذهاب باتجاه هذه الممارسات الغير صحية. جبار عبد الشامي، مدير دار الهجرة والمهجرين في ميسان.